التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ملتزم بقواعد المنافسة العادلة، حيث تقوم الشركات التابعة له بتسديد كافة مستحقات الدولة فيما يتعلق بتكاليف المياه والكهرباء والضرائب وغيرها. وفي مداخلة خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، أكد الرئيس السيسي استعداد الحكومة لطرح المزيد من الشركات في البورصة أو طرحها للشراكة مع القطاع خاص. كما شدد الرئيس السيسي على استمرار عمل الحكومة لتشجيع المستثمرين لإقامة مناطق لوجستية لمصر والمنطقة، لافتا إلى توفر السلع الأساسية والاستراتيجية مع احتفاظ مصر باحتياطيات مناسبة وبشكل مستمر. ارتفع عدد من لقوا مصرعهم في سوريا جراء زلزال إلى أكثر من 4000 شخص فضلا عن إصابة 5000 آخرين. يأتي ذلك فيما تتواصل جهود الإنقاذ في سوريا وسط عجز في الفرق الطبية ونقص حاد في المستلزمات الطبية والإسعافات والأدوية، مما قد يتسبب في تضاؤل الآمال في العثور على مزيد من الناجين بعد مرور أكثر من 4 أيام على الزلزال المدمر. قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنها ستقدم مساعدات إنسانية عاجلة إلى سوريا وتركيا بقيمة 85 مليون دولار في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين. وأوضحت الوكالة الأمريكية أن المساعدات ستشمل إمدادات طارئة من الأغذية والمأوى للاجئين والنازحين وإمدادات شتوية وخدمات الرعاية الصحية الضرورية. وقال البنك الدولي إنه بصدد تقديم مساعدات إلى تركيا بقيمة 1,780,000,000 دولار لتمويل أعمال الإغاثة في أعقاب الزلزال. قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن البالون الصيني الذي عبر الولايات المتحدة كان مزودا بهوائيات قادرة على الأرجح على جمع الاتصالات كمعلومات استخباراتية. وأضاف المسؤول الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لاتخاذ إجراءات ضد برنامج المراقبة الصينية، لافتا إلى أن الشركة المصنعة للبالون لها علاقة مباشرة بالجيش الصيني. أخفقت باكستان في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في آخر يوم من المحادثات العاجلة بينهما، وفق ما أفادت به وسائل إعلام باكستانية. وعلى الرغم من ذلك، بدا وزير المالية الباكستاني متفائلا بإمكان التوصل إلى اتفاق مع الصندوق قريبا لدرء خطر الإفلاس ووسط ارتفاع التضخم ونقص المواد الخام للصناعة في البلاد. رياضيا، يخوض فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك مواجهة هامة حينما يستضيف فريق شباب بلوزداد الجزائري في 6 مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا. ويسعى الزمالك خلال اللقاء إلى تجاوز نتائجه السلبية خلال الفترة الأخيرة وتحقيق انطلاقة قوية في مجموعته بدوري الأبطال التي تضم إلى جواره مع الفريق الجزائري كل من الترجي التونسي والمريخ السوداني. نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.